اهو في واحد في واحد اعمل لي ريفايف زي ما انت واقفه كده، اعمل لي ريفايف. لا ما تتخريش، ما تتخريش زي ما انت واقفه. بص يا جماعه الحكايه كالاتي، احنا هنعمل ايه؟ احنا المفروض دلوقتي هنعمل عمليه حمايه الرئيس. ازاي يعني هنعمل حمايه الرئيس؟ يعني من الاخر كده اهو دلوقتي مفروض معايا مريم خطيبتي، وان شاء الله ان هي مش هتشيل هم خالص، لا تشيل سلاح ولا تشيل قنبله ولا تشيل اي حاجه. ده المفروض ان هي ما تضربش ولا طلقه، وانا من اول الجيم لحد اخر الجيم اتكفل بحمايتها. ده تحدي من تحدي من ال من ضمن التحديات اللي الناس عرضته عليا في الكومنتات. وطبعا لو انت طالب مني تحدي اعذرني ان انا ما اقدرش اعمل التحديات كلها في فيديو واحد. بس كده يا جماعه الحكايه طبعا ممكن نوعا ما تكون صعبه بالنسبه لي انا، مش عادي لو انا لعبت لا لوحدي ولا مفيش صعبة مشكله. ولا حاجة، دي بس أسهل حاجة إن أنا ما أموتش، لا مش حكايه ايه في اسهل حاجه دي أسهل حاجة. اه طبعا اندفاعك ده والكلام، وانك تروحي بص بص رايه بص، أنا انت عايزة اوريدي هتسلاقي ايه فيست. انت لسه ما قلناش يا هادي، لسه ما شلتش سلاح انا. في سلاح هنا. ايوه شوفي كويسه، برافو عليكي. الشنطة انت تقدري تشيلي شنطه، تقدري تشيلي كل اللي نفسك فيه ما عدا اسلحه، اي حاجه اوكي غير انك تشيلي سلاح، اوكي وانا هتكفل بكل حاجه. اوكي تمشي تلزقي فيا، انت هتفضل انت هتوطي لي، بقول لك بتشيلي السلاح تروح ماسكالي بيستول. اتاخد من غير قصد والله. ماشي اوكي خلاص لمي انت. ناخد ال ما تسيب لي حاجة بقى. قال الله بقى انت، هو انت من اولها، هو من اولها طمع وبحلقها. والله كي فجر نفسي، انت بصي بقى ما تشتغليليش، هات بيبسي، هات بقى مش قبل ما لسه دلوقتي تخلص احنا لسه كله بادين ده، انت الجيم، مش سايب حاجة. ما معيش اصلا لسه، هديك الحاجات دي كلها، هديك على عينك اصبري. اللي هات بيبسي ظبط بيبسي، لسه بادين الجيم هات بيبسي، يعني لحقتي احتشت لسه نازله من الطياره. في اه في حد طب انت طالعه بتعملي ايه؟ انت طالعه بتعملي ايه؟ بتبص على مين؟ انت المفروض قلت لك معكيش اي حاجه تضربي بيها تستخبي. ايوه انا هأمن وراك. انا رايح اخلص عليه. يورك انت ماشيه في ظلي على طول، انت تقول انت عامله ماشيه في ظلي فقط لا غير، وانا هو لابس لبس البوليس عشان ابقى ايه اكني بحميك وكده. طب يلا شاهد نفسك. بسرعه تعالي، بس تعالي تعالي على طول. ايوه كده لو سمحت اطلب لي اوبر. في حد بيضرب عليا، طب مستخبي هو جاي عمال يتنطط. عايش هوهو. دي بتاكلني. بقول لك ايه لا لا خلاص طيب عليك. عايزه تاخدي اخر قنبله غاز في ضرب قدام. انا شايفين يلا بينا يلا يلعب بينا. بالزون اهو. والله جاية انا ما وراك، اعرفش انت ورا بتعملي ايه، قلت لك لازم تبقي بصي كنت بشيل الميوت، كنت بشيل الميوت ماشي، والله. ما يعني ما تبعديش عني سنتيمتر واحد بس، تفضلي كده هو ورايا عشان اقدر احميك على طول. ده موتوسيكل ده ولا ايه؟ فيسبا توك توك ده ولا لا انا عايزة عربية لو سمحت. انت هتتأمري، احنا بنموت دلوقتي يلا. ايه ده انا مش فاهم، انا ايه ده، انت ينفع على ايه وقاعده بره اصلا؟ والله العظيم البتاع مهنجه عندي وجايب لي ان انت اصلا قاعده مقرفصه. ما مش عاجبني سكت، يلا مش مهم. اهو اهو حتى الموتوسيكل مش راضي بيكي. طب والله اللي نزلك في الميه. لا 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 والنبي لا. يلا عماله تتأمري لي، مش عارف ايه كم دي، مش عارف ايه كم دي. عايزين نقفش العيال اللي بتضرب أخيرا دي. اشرب حاجه ساقعه، اشرب حاجه ساقعه. استنى استنى
انا نفسي افهم البوت ده جه امتى. كان في البحر، كان في البحر ولا انا كنت كان بيقول معانا. طب انت في ظهرك انت مش ناوية تحذريني؟ طب في بوتات تانية في المية ولا شايفة حد؟ لا هو انا سمعته بس ما كنتش متأكدة يعني، ما رضيتش اخليك يعني. اهو في بوت في المية اهو، معرفش ده بوت ولا مش بوت، بس في واحد في المية. في حد ورانا اهو. ايوه تمام حلو قوي. انا عايزه هيل. امسك حقنة اهو. يا رب تدخي منها قولي خلاص بدك. استنى استنى بس اخدها. يا رب تبقى ابرة سامة قولي ارتاح. فكر نفسي. في هنا موتوسيكل ممكن. يا لهوي مش عارف الناس دي كلها بتيجي علينا منين، عشان كنا ضربنا على البوتات. شفتي بقى، شفتي بقى بيسمعونا ازاي؟ طب وانا مالي يعني؟ قلتلك في سنايبر هنا. طب في ناس بتضرب بعض. انا شايف ان احنا نصلي على النبي كده. ايوه وملناش دعوه بالناس دي ونهرب. حبيبي انا دخت من الجريات بيبسي. دوقته بكت. هبطت والله. حسب وضع البحر. بصي انا ماشي على الحرف لان الناس بتيجي من كل حته. انا مش عارف اطلع. بصي بقى بصي امسكي 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 يلا اهو تمام. ميرسي. ماشي كفايه طلبات بقى، كفايه طلبات. عايز اركز. ايوه اوكي. شفت خطوات ايه ده؟ صح صح؟ لا ما سمعتش. طيب يلا بينا. في عربية هناك. فين؟ هاي تعال. تعالي انت بس معايا، تعالي انت معايا، تعالي انت معايا. اه في واحد تاني بينط عند العربية. اديني العربية بوس ايدك. طب خدنا ورا تاني. هللويا يا رب. رب تولع مني. انا متوتر من ضرب الزون وخايف حد يجي من ورانا وعيني في راسي لاني بحميكي. لا لا مفيش حد ورانا، مفيش حد ورانا. هو انت خلاص بديتي بتشم على ظهر ايدك؟ يلا 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 بسرعه يلا بسرعه. والنبي 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 يلا. تاني؟ فين دي؟ ورايا ورايا. انا خايفه من اللي كان راكب عربيه ده. اهو في واحد، في واحد. امير ريفايف زي ما انت واقفه كده. امير ريفايف لا ما تتخريش، ما تتخريش زي ما انت واقفه. حاضر حاضر انا شايفه. متخافش متخافش. هم كبر ناحية ما احنا رايحين كده. اه لقيته، لقيته ناحية البيوت. خلي بالك ليكون ده واحد تاني. يلا تعالي ورايا. وراك وراك. وده بموت طلقة اهو.
سامعة صوت. بس بس هندخل بس من برا الزون. تعالي هنا. في خطوات. في خطوات. في خطوات. كومبنسيتور ايه؟ فؤاد هناك اهو. خلصت بقى تقول لي بقى. في واحد بعيد، واحد تاني جنبينا على طول. ادخلوا جوه البيت، ادخلوا جوه البيت. التاني كان عند الشجرة. فاضل واحد. ايوه ايوه خدي خدي يا حبيبتي. خدت بس انا زي فول. بس لو معاك زيادة هيد دقت جشع. يطلع بس من ورا احنا اقرب للزون. احنا اقرب للزون منه. هو لازم يتحرك يا يمين يا شمال، يا يمين يا شمال. اعصابك برد. زوم بتقفل عليها يموت. انور سولو الواد اللي كان عمال بيقتل الناس من الصبح في اول الجيم. إيه راحت لوتي ولا ايه؟ انت راح فين؟ ما انا خلاص بقى الجيم خلص. ماتش دعبي انت خلاص الماتش خلص. انت خلاص انت خلاص انت طول الجيم خلاص مش قادره تلوتي لما صدقت صح؟ انا ايدي بتاكلني. المشن تم بنجاح يا جماعه. بصراحه انا مش متخيل. زيرو كيل اهو، شايفه زيرو كيل عشان الناس تشوف اهو. يا جماعه بصي دي مش حاجه جديده عادي يعني. اتمنى الشالنج بتاع النهارده يكون عجبكم. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عملت لك ريفايف على فكره النبي تنيلي.